المشكلة ما بقى ذاك الوقت عندي. ذكرت أنه العجز في الموازنات هو أمر متعمد. نعم. شنو اللي تقصد؟ يا ريت فهمنا. نعم نعم متعمد لأنه أنا تحدثت بصريح العبارة. طيب. هناك عمليات سرقة منظمة من خلال تثبيت هذا العجز وسرقة الأموال بشكل أو بآخر. لأنه أنت هو شنو عملية السرقة؟ عملية السرقة عندما تقوم بكتابة مشروع بتنفيذ محاولة تنفيذ مشروع. طيب. في محافظة معينة أو في مؤسسة معينة يكون مثلا التقديرات لها التقديرات الحقيقية لا تتجاوز 100 مليار دينار وانت تجي تضيف العفو يعني المسؤول يضيف له 50 مليار دينار عراقي هو هاي عملية السرقة. فبالتالي هناك تضخيم حتى للمشاريع فيما يتعلق بالمشاريع وايضا هناك اضافات فيما يتعلق ببقية الاسم. احنا ما نتحدث الان عن الرواتب انما حديثنا يتعلق ببقية ابواب الموازنة اللي بيها